نقينا البيت ديال المنتخب الوطني من الداخل ديالو. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل. الربح ربحنا فريق للمستقبل. ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك يا مرسي والله العظيم. ثلاثه وقلتها بزاف ديال الخطرات. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا احنا غاديين شيئا فشيئا نقوموا بالتغييرات. قال لك جرب. اكيد من حسابي مازال نكون هناك الامل، لانه كنتسناو اي كبوه بالنسبه تكون لصار سواء الفريق ديال كساعي علاج او فريق ديال تنزانيا. مهبولي. واكيد بانه كذلك الارث اللي ارث. يا نهار اسود، السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافايه وجزمته بقت في دماغه. مشيت فيها.